Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ أصدقائي، تعالوا نتذكر مع بعض. طلعوا على السكرين. What is this? It is a caterpillar. لشو بتتحول الكاتربيلر؟ طلعوا منيح. شفتوا كيف الكاتربيلر تعمل كوكون وبتقعد بقلب الكوكون ومن بعدها بتتحول ل butterfly. فإذا تحولت لباترفلاي أصدقائي، لما تشوفوا الكاتربيلر أبدا ما منقتلها، انتبهوا لأنه بتتحول لباترفلاي بتزين الطبيعة. بحلقتنا اليوم بدي اياكم تستعدوا لأنه بدنا نتعلم كيف منحول الجملة العادية لسؤال. I am happy. Are you happy? I am happy. هيدي جملة عادية. Are you happy؟ هيدا السؤال عم بسألكم إذا أنتم مبسوطين. بدنا نتعلم اليوم كيف منحول لسؤال، وكمان رح نشوف كيف منستخدم الأفعال بالسيمبل بريزنت تنس، يعني بالزمن الحاضر. خليكم معنا، أنا برجع لكم بعد شوي. ووف ووف Woof, 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 my dog barks, woof, woof, woof. Moo, 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 my cow goes, moo, moo, moo. Quack, 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 my duck goes, quack, quack, quack. Meow, 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 my cat says, meow, meow, meow. Squeak, 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 oh, that's my little mouse. Tweet, 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 and that's my lovely bird. These are the sounds that the animals make. The horse goes neigh, neigh, neigh. The sheep goes ma, ma, ma. The snake goes hiss, hiss, hiss. The bee goes buzz, buzz, buzz. And the people say blah, blah, blah. أصدقائي، بدي منكم هلا تفتحوا عينيكم منيح. Open your eyes well and look at the board. طلعوا بأول إكسرسايز. بدنا نستخدم هيدا التمرين لحتى نتعلم كيف منحول الجملة العادية لسؤال. Read each sentence. Change the order of words to make a question. يعني إذا أنا بدي أعمل سؤال، بدي حول لسؤال، شو بعمل؟ في غير ترتيب الكلمات. طلعوا كيف. The children are on the bus. يعني الأولاد هن وين؟ بالباص. كيف بدي حولها لسؤال؟ شوفوا شو بعمل. بيجي بتطلع بالverb، بتطلع بالفعل. The children are on the bus. هيدا الverb، verb to be. بجيبه للverb وبحطه بأول الجملة. بتصير Are the children on the bus? وبزيد question mark. شفتوا شو هينة؟ تعالوا نجربها. بتصير Are the children on the bus? Question mark. شو عملت؟ جبت الverb، حطيته بأول جملة. خلينا نشوف تاني جملة. The plane is taking off right now. يعني شو عم تعمل؟ طيارة إنها تقلع، هلأ عم تقلع. شو بعمل؟ بدي أشوف الverb. Verb هون the plane is taking off. هيدا كله verb. شو بعمل إذا الverb كبير؟ باخد أول قسم verb to be وبحطه بالأول. بتصير Is the plane taking off right now? صار question. شفتوا شو هين؟ بتصير Is the plane taking off
right. Now? شو نسيت أنا؟ نسيت the question mark. Is the plane taking off right now? هل الطائرة عم تقلع هلأ؟ منكمل تالي جملة. That ship can enter the harbor. That ship can enter the harbor. يعني هيدي السفينة فيها تفوت على المرسى محل ما بيوقفوا السفن. شو بعمل؟ وين الفيرب؟ Can enter. يعني تستطيع أن تدخل. شو بعمل؟ باخد أول part من الفيرب can بحطه بأول الجملة. بتصير Can that ship enter the harbor؟ صار سؤال. Can that ship enter the harbor؟ شو بحط بالآخر للسؤال؟ Question mark. فإذن the children are on the bus. Are the children on the bus؟ جبت الار حطيتها بأول الجملة الفيرب، غيرت ترتيب الكلمات صار عندي question. The plane is taking off right now. Is شلتها من الفيرب، أول part من الفعل من الفيرب حطيته بالأول. Is the plane taking off right now؟ مع question mark. That ship can enter the harbor. Can that ship enter the harbor؟ جبت أول قسم من الفيرب حطيته بأول الجملة. شفتوا شو هينة؟ تعالوا نجرب الإكزرسايز الثاني. Complete the chart by changing the order of words. بدنا نكمل هيدي التشارت. بدنا نحول من statements يعني جمل عادية لquestions. كيف منحول؟ منروح منشوف وين الفيرب ومناخده للفيرب منحطه بأول الجملة حتى يصير question. That is a sailboat. That is a sailboat. وين الفيرب هون؟ Verb to be. Is. شو بعمل؟ بجيبه بحطه بأول الجملة بتصير. Is that a sailboat? Question mark. Is that a sailboat? حولته لسؤال. بتاني وحدة أنا عندي السؤال وبدي رجعه لستيتمنت. السؤال هو Is this our taxi? Is this our taxi? شو عملت أنا؟ الفيرب جبته حطيته بأول جملة لحتى يصير question. إذا بدي رده لستيتمنت شو بعمل؟ برجع بجيب الفيرب لمحله. بتصير This is our taxi. Point. Period. لو أنا عندي this is our taxi شو كنت عملت؟ كنت جبت is حطيتها بالأول. Is this our taxi؟ والعكس صحيح. برد على محله. ننتقل للي بعدها. Are they traveling? Are they traveling? شو عملوا؟ جيبوا كمان verb to be وحطوه بالأول. بدي ردوا لمحله لتصير statement. قول they برجع ال are. They are traveling. Period. آخر وحدة. We can take pictures. إذا بدي حولها لquestion برجع عند الverb can take. بياخد can أول قسم بحطه بالأول. Can we take pictures? Question mark. شفتوا شو هيدين أصدقائي؟ بدي يكون هلأ تكتبون عندكم على الدفتر وتجربوا تحولوا من statements لquestions ومن questions لstatements وفيكن أنتوا تكتبوا الجمل وترجعوا تحولون. أنا برجع لكم بعد شوي. Bottom. Anchor.
airplanes, runway. أصدقائي، مين بيتذكر منكم أمتين أنا بستخدم the simple present tense، يعني الزمن الحاضر، لما أكون عم بحكي عن شغلتين؟ مين بيتذكر؟ رح أكتبون على اللوح. لما أكون عم بحكي عن fact أو habit. Fact يعني حقيقة. I am a girl. I am. Am verb to be بالpresent tense. هيدي حقيقة، أنا فتاة. It's a fact. بستخدم simple present tense. فينا نقول water boils at 100 degrees Celsius. يعني المي بتبلش تغلي لما تصير الحرارة 100 درجة تحتها وبل ما حطها على النار. هيدي حقيقة علمية. It's a fact. فإذا بستخدم simple present tense. وكمان إذا كان عندي habit، يعني عادي أو شيء بيتكرر مع الوقت، بستخدم simple present tense. I wash my face every day. كل يوم أنا بغسل وجهي. كل يوم. هيدي عادة عم تتكرر. I wash. Wash simple present tense. فإذا إذا كان عندي fact مثل I am a girl، أنا فتاة، هيدي حقيقة. وفي عندي fact كمان إذا قلت water boils on fire. water يعني المي، boils تغلي، on fire لما تكون حطيتها أنا على النار. هيدي حقيقة، حقيقة علمية ما بتتغير. It's a fact. Am و boils هودي الverbs حطيتهم أنا بالsimple present tense. I am verb to be. Boils verb to boil يغلي حطيته بالsimple present tense. ليه زدت له s؟ لأنه water بحط محلها it، غير العاقل. It boils. ما بقول it boil. It boils. تاني شغلة عندي إياها habit، يعني عادة عم تتكرر دايما. في يقول He washes his face. His face every day. هو بيغسل وجهه كل يوم. كل يوم يعني عادة عم تتكرر وتتكرر. Washes simple present tense. ولازلت لها أنا ES لأنه في هي مع هي شي it منزيد S للverb لما يكون بالsimple present tense. ليش زدت E؟ طلعوا منيح، لأنه بيخلص الverb بSH. تتذكروا شو تعلمنا قبل؟ إذا بيخلص بSH بزيد ES، مش بس S. تعالوا نشوف هودي الكلمات يلي عندي على البورد. بدنا نحولهم نزيد لهم S بالsimple present tense، يعني بدي حط قبلهم he she أو it. he she أو it. he she it. شي مع هي شي إت بالسيمبل بريزنت تنس شو بعمل؟ بزيد إس أو إي إس. هي كول، شو بتقول؟ منقول هي كولز، بزيد لا إس. شي سند، شي سندز، بزيد لا إس. كول هي كولز هو يتصل، شي سندز هي ترسل. It wants يعني إذا عم بحكي عن غير العاقل، مثلا الكلب. It wants الكلب يريد. شو بزيد؟ S أو ES؟
as it wants. بكمل. هون عندي verbs بيخلصوا بـ e. Like يحب, race تسابق, write تكتب أو يكتب بيخلصوا بـ e. كمان بزدلون بس as بتصير he likes, she races, it writes. شو زدت؟ زدت بس S لأنه هن فيهم إيه. كمل. هون عندي he crash. crash يعني شو بيصير فيه؟ crash بيصدم, بيصطدم بشي. شو بيصير؟ he crashes مع S أو مع ES. طلع crashes أو crashes S. هلأ منشوف watches أو watches S. fixes أو fixes S. kisses ES أو kisses زد لا S بتصير 3 S. she buzzes أو buzzes مع S. buzz يعني يطن. طلعوا فيهم أصدقائي. crash بتخلص ب SH, watch CH, fix يصلح أو تصلح ب X, kiss يقبل أو تقبل double S, buzz double Z. هودي الكلمات اللي بيخلصوا أو الverbs الأفعال اللي بيخلصوا ب SH, CH, X, double S أو double Z ما بزد لهم بس S, بزد لهم ES. يعني بتصير crashes, watches, fixes, kisses, buzzes. ما تنسوا أصدقائي SH, CH, X, double S and double Z. هلأ بدنا نعمل exercise مع بعض على البورد. بدنا نستخدم simple present tense. بيقول الexercise complete each sentence with the simple present tense of the verb in parentheses. يعني الverb بقلب parentheses بدي حطه بالsimple present tense. When a plane pass, it make a loud noise. يعني لما تمر الطيارة تعمل صوت قوي. loud ضجيج. صوت مثل الضجيج. pass أنا عندي a plane طائرة. شو في يحط محلها؟ أي pronoun؟ بحط it. غير العاقل. مفرد غير العاقل. بقول it pass أو it passes بالpresent. it passes مع هي شي it بزيد s أو es. هون لأنه بتخلص بدبل s مثل ما أخذنا على اللوح مثل kiss بزيد لها es بتصير it passes. زدت es. it makes هون بتخلص بإي بزيد لها بس s. it makes a loud noise. منكمل. airplanes يعني الطائرات land on runways. runways هو مدرج محل ما يوصلوا الطيارات وبيغطوا. airplanes شو بدي احط محلها؟ ما عم بحكي عن وحدة. airplanes مع s يعني الطائرات جمع. بحط they محلها. قول they land او they lands. they land منزيد S أو ES بس مع he, she, it. منكمل. The sailor throw the anchor. anchor هي المرساة يلي بيزتوها بقلب البحر لحتى تهدى السفينة. sailor البحار throw the anchor عم يرمي أو يشبق المرساة. قول the sailor هو مفرد مذكر. شو بحط محله؟ he. he throw أو he throws. he throws. ES أو S؟ طلعوا بتخلص بـ W.
ما بتخلص ب C H S H double S double Z أو X، بزيد بس S. throws the anchor. The anchor touch the sea bottom. يعني بتوصل على قاع البحر. The anchor وحدة مرسات. حط محلها it لأنه هي غير العاقل. The anchor touch أو touches. It touches. S أو ES. تخلص بـ CH يعني بدي زيد ES. It touches the sea bottom. فإذا أصدقائي تعلمنا اليوم إنه لما نكون عم نستخدم نحن simple present tense بيكون بدل أو على fact حقيقة مثل I am a girl أو water boils on fire. هودي حقائق علمية water boils on fire. أو إذا habit يعني عادة عم تتكرر I wash my face every day كل يوم. وأخذنا إنه لما يكون الverb بيخلص ب SH CH X double S double Z مع هي شي إت ما بزيد بس S بزيد ES. crashes watches fixes kisses buzzes. ما تنسون أصدقائي اكتبون على الدفتر ورجعوا حلون لحالكن. عملوا مراجعة. أنا هلأ صار الوقت تودعكن. شوفكن بالحلقة المقبلة. ما تنسوا تدرسوا منيح وتتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. برجع لكم بالحلقة المقبلة. باي. Nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains. And I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise. I go back home early before the beautiful sunset.